سؤاله ولا علاش الشباب لازم يصوت لك انت بالذات؟ لاني انا اؤمن بالشباب، لاني انا الوحيد الرئيس الوحيد اللي يعني المستوى نتاع العمر او معدل العمر اقل من 30 سنه. يعني انا دخلت في الناس اللي يخدموا معايا عدد كبير من الشباب، وانا اؤمن بالشباب. وثانيا انا نذكر اللي كل مره نمشي فيها اي قمه عالميه نهز معايا زوز الشباب، وهذا عمر ما عمله حتى رئيس، الى درجه انه الباب بيت وقت اللي قدمت زوز الشباب ديليجاسيون قلت له هذه عادتي انا نهز دائما، حيث انا اؤمن بالشباب ونحب نعطيه الفرص نتاعو باش فعلا يكون موجود في الساحه السياسيه. السؤال الثاني هو اول قرار تاخذه لفئه الشباب كي وليت رئيس الجمهوريه؟ القرار الاول بالنسبه لي يعني هو تو الوقت الحاضر هو محاربه البطاله، يعني وبالنسبه لي هي يعني دعم كل ما يمكن من الاستثمارات الداخليه والخارجيه باش تعاود تدخل الماكينه الاقتصاديه، لانه هذاك هو اللي باش يخرج مئات الالاف من البطاله الشباب الموجودين الان في تونس. ميرسي.